المعلم يندد بالعقوبات على دمشق أمام مسؤولة في الأمم المتحدة، والاشتباكات تتواصل ميدانيا. هدير الطائرات اعتاده السكان السوريون الذين تحولوا صحفيين يوثقون الهجمات على مدنهم. وعلى وقع التقاعس الدولي تتواصل الاشتباكات عنيفة، والمعارك تحطم الأرقام القياسية لأعداد القتلى. المرصد السوري ذكر أن الجيش النظامي يخوض معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة في أحياء جنوب دمشق، أما في ريف العاصمة فتعرضت معظمية الشام لغارات جوية في موازاة إرسال تعزيزات عسكرية إلى داري المحاصرة منذ شهر في محاولة لاقتحامها. وقرب حلب تمكن المقاتلون المعارضون من السيطرة على قسم كبير من كلية المشاة التي كانوا يحاصرونها منذ 3 أسابيع، وتحدث المرصد عن مقتل جنود نظاميين في مواجهات في الكلية. إلى ذلك تتواصل المعارك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة. التلفزيون السوري ذكر أن الجيش عثر على سيارة مفخخة تحوي 1000 كيلوغرام من المتفجرات في حي برزة شمال العاصمة السورية. في السياسة دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس التي تزور دمشق إلى التدخل لرفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على سوريا، وهي المسؤولة عن معاناة المواطنين السوريين. وفي عمان أعلن معارضون سوريون تأسيس تجمع وطني حر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية برئاسة رياض حجاب، وذلك لحماية مؤسسات الدولة حال سقوط النظام. وفي قضية النازحين وصلت قافلة سعودية محملة بمساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن الذين تجاوز عددهم 250 ألف شخص. إيرانياً أكد وزير الخارجية علي أكبر صالحي أن بلاده لن تسمح بالتدخل العسكري في سوريا، فيما أعلن قائد الجيش الإيراني أن نشر صواريخ باتريوت على الحدود مع تركيا سيمهد لحرب عالمية.